نحاولوا نديروا اللي تفيد ونشوفوا كيفاش ان شاء الله راح نزيد من خصنا خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. غنيه البطلاوي استاذه ماده الاجتماعيات فاعله سياسيه وجمعويه جمعيه العمل الاجتماعي. صراحة يعني الحديث الذي تحدث فيه الدكتور مصطفى بن حمزة كان فعلا حديثا حقيقيا، لأن حينما تبحث في عمق التاريخ الوطني تجد بأن فعلا تاريخ الجماعي الوطني حافل بمجموعة من قيم التضامن الحقيقية المنبثقة من قيم الدين الإسلامي. صحيح أن يعني الفاعل في المجال يجد بأن هناك فعلا تضامن حقيقي، وفعلا هناك جمعيات وهناك أشخاص يتضامنون تضامن حقيقي. صدقونا أن حينما نقوم بأي حملة من حملات التضامن فإننا نجد الدعم بمجرد الإعلان عن الحملة وبمجرد أن يعرف الشخص بأن هذه الحملة من يقوم بها هم ناس أيديهم بيضاء هم ناس نزهاء. وبالتالي يعني جربنا هذه الأمور، هذه أنا لست من مدينة وجدة، أنا من مدينة تازة، جربناها في تازة مرات ومرات، جربناها صدقوني السنة الماضية قمنا بحملة فحص يعني حملة طبية بالحي الجامعي ظهر المهرز بمدينة فاس تبع البنات. صحيح أن كان التضامن يعني كان عجيبا، لكن ما أثارني في المداخلة ديال الأستاذ هشام مكي هو غياب التغطية الحقيقية والإعلامية لأشكال التضامن. وبالتالي يعني من هنا نسجل الاحتجاج على القناتين الأولى والثانية والتي سجلناها مرات ومرات. صح أننا ذهبنا إلى مقر القناة الثانية التي أنا الآن أقاطعها، أنا الآن أقاطعها وأتحمل مسؤوليتي التاريخية في مقاطعة هذه القناة، لا يحق لي أن أقاطع قناة مغربية لوطني، ولكن نظرا لسلوكاتهم ونظرا لأفعالهم وتصرفاتهم يجب فعلا أن يقاطعوا من قبلي، ولا أمسك بها أي أحد. هم يروجون لبعض المغنيات والمطربات وبعض يفسدون عقول الشباب ويضيعون الشباب، زد على ذلك بعض الجرائم التي تضيع الشباب ولا يكلفون أنفسهم حتى تقديم شخص أو تهنئة شخص أو تقديم عمل أو تغطية عمل تضامني. ومن ثم أنا أسجل احتجاج على هذا السلوك الذي تقوم به القنوات وبعض الجرائم الوطنية. مسألة أخرى أن الذاكرة تحفظ لنا الكثير من أنواع التضامن. بمجرد ما أعلننا في مدينة طنجة عن تضامن مع منكوب سوريا تهافت عنا المئات من الأشخاص، وصراحة شيبا وشبابا كما يقال نساء ورجال، التضامن مع الشعب السوري ليس منتهاهم الذهاب إلى الحدود في أنطاكيا، ولكن هو من أجل التضامن الحقيقي على اعتبار أن هنالك الناس هم مسلمون على اعتبار أنهم يقتسمون في الدم وكذا. وبالتالي يعني قيم التضامن وقيم ترسيخ التضامن الاجتماعي منغرسة في وجدان المجتمع المغربي وفي وجدان المغاربة. مسألة أخرى التي تحدث عنها الإخوان فيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعض الناس بعض أرباب المقاولات وأرباب الشركات لا يسجلون ولا يصرحون بعمالهم. صدقوني بمجرد أن يعني أنا ربما قد ألوم جانبا شيئا ما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مسألة التحسيس ومسألة التوعية بالمسألة، لأن بمجرد أن تأتي عند رب المعمل أو عند رب المقاولة وتجلس معه وتقنعه بأنه يصرح بآخر عامل عنده، يصرح بآخر عامل يتقاضى أقل أجر عنده، سيقتنع بالأمر. وبالتالي يعني دور التحسيس شيء مهم، ربما أطلت. شكرا جزيلا للجميع، أسأل الله التوفيق والسلام عليكم. السيد رضوان خليفي مسؤول عن تدبير الشؤون ريسبونسابل دو لا جيستيون ديال ريسورس هيومان في شركة حافلة الشرق بوجدة. سؤالي هو عن مكتسبات الضمان الاجتماعي، يعني قبل ما نقول هذا السؤال كان نوه بالجهود اللي كتبذلها لكيف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كنعتبر فيه بأنه هو المجال الوحيد لأن الشارع ديالنا المجال الوحيد اللي كيهتم يعني الكوتي سوسيال دي زونفوايي لا سوسيتي. يعني بحكم التجربة اللي عندي مع الصندوق يعني تقريبا فايتة فوق نص سنة وأنا كنتعامل مع الصندوق، يعني لقيت بأن تحسن بزاف
من 2008 لهنايا في مجالات متعدده، يعني اكتسابات تحققات لا في مجال الاستقبال، يعني لاكويت ولا واحد الاستقبال شيء اخر، يعني هذه المكتسبات كما تكون سي صورني في المحاضره ديالو، يعني مساله تاع لي فورميلار، يعني لي زامبليمي، يعني اللي كتعطاو براتيكمون، يعني هذه المساله تاع هي مهمه واللي دائما متواجدين، يعني كنلقاو متوفرين في السيزون. ومسألة أن تاد كما نقولوا لاجيس الريبارتيسيون ديال الطاش سان دي سيرفيس، يعني تعطى له اهتمام بزاف، يعني بحال شي مسؤول عند الشركات اللي كيكون عندها العمال كثير داروا لهم دي زانتربريتور، يعني ما كيديروش كما نقولوا ما كيتحملوش داك الانتظار اللي كيكون سميتو، وهذا كيشكل ما كيكونش داك الاقتضاد في لي زاجونس. السؤال يمكن السؤال وهي كاين واحد المكتسبات اللي بغيت الشيء صوابني يشرحها لنا، يعني مسألة تاع النقاط الواحد اللي ما كيوصلش للنقاط ديالو، يعني في اللي تحدث عليها ولكن ما عطاش حلول، يعني العامل اللي كيكون خدم 8 سنوات ولا 6 سنوات ولا كاين الحالة، يعني الإنسان كيكون يخدم غير هذيك المدة ويبغي يتقاضى واحد التقاعد من بعد ما كيكونش عنده الحق في التقاعد، ولا نظرنا إلى المؤسسات الأخرى تاع التقاعد اللي كيحسبوا لي بوان هنا لي جور، يعني هذا العامل كيضيع في هذه النقط ديالو، يعني ما كيستافدش منهم، وين نعرفوا واش كاين شي حل لهذه المسألة. مسألة أخرى تاع التغطية تاع الصحية لجراحة الأسنان و طب الاسنان اللي كانوا قالوا لنا بان غادي تدخل حيز التطبيق في 2012 وما تدخلش في حيز التطبيق، يعني واش هادو هما الاسئله اللي عندي. شكرا جزيلا اخر متدخل. يعني التدخل سيكون مختصر جدا، اولا نشكر جميع المنظمين وكل من ساهم في هذا اللقاء التضامني، رغم ان الوقت يعني شويه مش مناسب، يعني الاضحى شويه يكون الناس مشغلين ما كانش الحضور كبير، ولكن نشكرهم، كنشكر المديريه الجهويه ديال الطاقه الاجتماعي بشخصيه من الرفاق ديالو، لانهم كيخدموا لينا نهار وكينتقدوا هذه الخاصيه ديال السيده، ولكن كينحطوا واحد الشركاء ديالهم بدل باش يجيو عندهم. بالنسبه للتساؤل ديالي هو تساؤل شبيه تقريبا التساؤل ديال طارق جبلان، لانه نهضر على عالم التجاره وحنا نهضر على عالم الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه دائما كيحتجوا علينا وحسابهم احنا اللي ما ندافعوش عليهم باش يدخلوا للنظام الاجتماعي. حنا نعرفوا هذه المسائل اللي قانونيه ومؤسساتيه، ولكن اللي نطالبوا بهم واللي نطالبوا خاصه الباحثين باش ياخذوا بعين الاعتبار، لان كاين بزاف ديال الصناع اللي كنشوفوهم في اي حي كاين الصناع، سواء نجار سواء حداد سواء السباق سواء، ولكن المشكله ديالو هو انه ما يستافدش بالضمان الاجتماعي. ونتمناو كما شرتو شر الاخ بان الناس ديال البحاره والناس ديال عمال المنازل والناس ديال غادي يستافدوا، نتمناو باش نشوفوا ان شاء الله الصانع التقليدي يستافد حقيقه، العامل عنده يستافد ولكن هو ما يستافدش، وحتى ذاك العامل لان الخاصيه ديال الصناعه التقليديه بشكل لان ما يخدمش عنده دائما، يمكن يكون عند خياط يخدم عند هذا وعند هذا وعند هذا في نهار واحد يدي على هذا شويه ديال الخدمه. اذا خصنا مراعاه لهذه الخصوصيه ديال الصانع التقليدي، ونتمناو باش نجيو شي نهار ونجبروا الصانع التقليدي يستافد بالضمان الاجتماعي، ونتمنى باش تاخذوا في التوصيات الاخوان اللي لابدوا شي توصيات، نتمنى باش تاخذوا باللي الصناعه التقليديه دائما احتجاجات مستمره ديال الصناع المعلمين اللي ما يستافدوش وما عندهمش شي طريقه اخرى للاستفاده. وشكرا لكم. بزاف مبروك عندي كلمه بسيطه للاستاذ. أنا سعيد أولا أنه كان دراسة عميقة بهذا النوع، ولكن أتمنى أنه في المرحلة المقبلة يكون تركيز على الإعلام الإلكتروني والجهوي، لأنه اليوم إعلام القرب هو الأقرب للتضامن الاجتماعي ما عندناش وقت للحالات. المسألة الثانية كاين برنامج فعلا هو الاتحاد الأوروبي احنا مشتركين فيه في 12 موقع الصعيد الوطني، هو برنامج ديال الإعلام الاجتماعي للإعلام الوطني واللي كيشتغلوا واللي أعدوه بدليل مهني الصحفيين كيفية التعامل مع الحالة ديال الإعلام الوطني.
اتمنى انه حتى في الحاله ديال الدراسه اللي هي موجوده الان والدراسه اللي غادي ان شاء الله غادي يبدا يكون دليل مهني باش يكون واحد الطريق اللي شويه بسيط لهذا التصور. بدايه اولا اشكر جميع المتدخلين. عندي بعض التساؤلات تتعلق بالصندوق البرنامج الاجتماعي. كاين واحد المجموعه تاع الدراسات الاكتواريه اللي دارت وعلى اساس ان هذا الصندوق يحقق ارباح في الوقت اللي كنشوف جميع الانظمه ديال التامين. لان ملي كنهضروا على الضمان الاجتماعي خصنا نديروا الفرق حتى ان في الدراسه الميدانيه اللي في الحقيقه جاءت بواحد المعطيات نفيسه جدا، ولكن انا لا ارى مكان لضمان صندوق الضمان الاجتماعي مع هذاك الشيء تاع الدياج، لان هذا عنده علاقه بالتامين. اما التضامن فهذا كشيء اخر، يمكن الرامد هو اقرب للتضامن منه. فالسؤال هو ان التدبير ديال صندوق الضمان الاجتماعي هو انه يحقق ارباح، وفي الحقيقه هي ارباح غير صحيحه، بمعنى ان ملي كنقولوا مليون ديال المغاربه غير مشمولين، وحتى اللي مشمول ماشي كلهم كيستافدوا. وبالتالي يعني كاين بعض الدراسات اللي دارت على اساس بحال مثلا لاكنوبس، يعني ربما في 2020 يكون عندها واحد 11 مليار ديال الدرهم اللي غادي يكون ديفيسيت، يعني واحد العجز. كنلقاو بان سي ان اس اس واخا انها دارت داكشي تاع لومبيلاتوار، ولكن انها كانت فعلا كتغطي الناس المؤمنين اللي كيأديو، ربما حتى هي غادي يكون عندها عجز. الدراسه اللي قمت بها يعني ميدانيه هي دراسه نفيسه جدا، ولكن انا غشت المقارنه ما بين جوج تاع وسائل الاعلام اللي مختلفه، وحده مكتوبه والاخرى يعني ثم وحده عموميه والاخرى ماشي عموميه. فبالتالي يعني الصحافه الصباح والمساء هي مستقله، وهذه القنوات عموميه. حتى ملي جات التغطيه الانشطه الملكيه شفنا كاين واحد الفرق شاسع. بالتالي غير من ناحيه يعني توجه هذيك المقارنه كانت شكرا، والا كانت دراسه يعني عميقه جدا في النتائج، ونتمنى ان شاء الله نحصل على هذه الدراسه ونذهب جميعا. الكريم كنت الشيخ كرمائي خاص كنشكر سوق المؤتمر الاجتماعي اللي هذا انخرط فيه واللي كنعتز بالجمعيه تاعنا اللي هي كتحمل اسم جمعيه كبار اربع الخواص، واللي هي انخرطه ما يفوق على 16 سنه في سوق المؤتمر الاجتماعي، واللي كتقيم بقوه جمعيه المغرب اللي احتضنت سوق المؤتمر الاجتماعي في الخراط. واحد السؤال موجه للساده تاع المؤتمر الاجتماعي، هل يعقد جمعية حرة لها خيرة في الطاقة الاجتماعي؟ وكيف لا يمكن الجمعيات المستهدفية التي هي تحت وفرة الصناعة التقليدية لا يمكنها الخيرات ذاتها؟ والآن موضوعنا مش كما هو التضامن الاجتماعي والقيم المؤسسات. احنا كنطالبوا هنا كصانع تقليدي وكنقابي كجمعاوي كنطلب التضامن الاجتماعي. هاد الجمعيات اللي هما تحت إشراف وفرة الصناعة التقليدية بادروا معاهم وكاتبوا معاهم وفهموا لهم شنو هي مضمون الضمان الاجتماعي باش هما يديروا الضمان الاجتماعي، لان الصانع التقليدي دائما مهمش، دائما هو كيوجد منشآت بحال هاد القاعة اللي كانوا سامعين فيها اللي وجدوها الصناع التقليديين. ومع الاسف الى جانب واحد واحد اجمال في المغرب كنصيبوا واحد 2.5 ولا 2.4 من الصناع التقليديين الذين يمارسون المهن الحرة لهم تغطية بالنسبة للضمان الاجتماعي وتغطية صحية. والأساس اللي كنتأسفوا بها كثير واللي كنتأسف بها أنا أول مرة كنحضر هذا الدوات، أن القاعة كانت ممتلئة منذ البداية، ونتأسف لما جاءوا الناس المحاضرين والأساتذة المحترمون باش يكملوا العرض ديالهم والنشاط ديالهم، صبرنا كان نديروا 1-2% عندما كانت القاعة كانت تحتوي على 10 ولا 12%. وشكرا واطلب منكم السماح وشكرا. بالعزيز المستشار من مجلس الجلسه الشرقيه، انا قلت غير في اطار تقريب الاداره للمواطنين، واش اداره الضمان الاجتماعي بغيناها باش تكونوا ادارات او مساحات استشفاء في جميع اقاليم الجهه الشرقيه وخاصه في المناطق النائيه، لان المواطنين لا في المساهمه ديالهم ولا في التطبيق ديالهم كيلقاو صعوبات. شكرا. الاجتماعي ان الدوله كدير احصاء، يعني مادام انها كدير احصاء يعني كتوفر على قاعده البيانات تاع الساكنه المغرب، والنسبه كبيره منهم سكان نشطه، وبالتالي هذا الصندوق علاش ما يديرش هو مبادره يبحث لنا في السكان النشطه وعلى الناس اللي كيزاولوا فعلا الاعمال ديالهم ويبحث عليهم، باعتبار انه في هذا المطاف هو مقاول منها انه غادي يدعم يعني الثروه ديالو، ومنها انه الدوله ما تتكلفش ما تتحملش مصاريف كثيره من بعد ما يوصل التقاعد وما يلقاوش صندوق التضامن الاجتماعي في جنبهم. وشكرا. انا هذا
سؤالي للإخوان اللي تفكروا التجارة ديال الصناعة في فيما يخص الموقع ديال الصيدلاني في منظومة الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي، كيفية الاستفادة من هذا الصندوق الوطني الاجتماعي؟ رغم أن الصيدلاني كما كنعرفوا من بين قطاع الصيدلة بصفة عامة من بين القطاعات التي تشارك في عدة مراحل ديال الصندوق الوطني الاجتماعي، تسايروا المرضى، تعمروا الكشوفة ديالهم في ديال هذا، مع الصيدلاني ما كيستافدش بتاتا من الصندوق الوطني الاجتماعي. وشكرا. شكرا جزيلا. الكلمة الآن إلى الأستاذ هشام المكي. أجيب بجميع الاعتذار عما الذي توجهت السيد المسير. أجيب فقط عن توجيه جديد طرحته بشكل مباشر. الأستاذة المتدخلة الثانية تحدثت عن اعتراضها على القناة الثانية تحديدا. أنا كنت أحتاج أيضا فترة من الفترات، لكن هي مستقصدة من الجسم الإعلامي له مرتبه الخاص بالعالم. جميع الناس اللي يدوزوا مع التلفزيون بالدارجة ليسوا سيئين ولا أشرار ما بغاوش يخدموا، ولكن هناك ما يسمى أولويات وأجندة تحريرية. أشرف فقط على هذه الأولويات التي عندها نظام معين، ينبغي على المجتمع المدني أن يروج خطة معينة في واحد المستوى راقي اللي غادي يولي على ضوء أن تصنع السياسة التحريرية بشكل مخرج. أفهم هذا الاحتجاج، ولكن هناك كما قلت لك أولويات تحريرية، وخصنا نفهموا زيك كيف يشتغل في الجسم، لأن المعول عليكم أن أنتم الآن بوجود قوة في الساحة اللي هي إعادة صنع السياسة التحريرية وغيره. وثانيا الحاجه الى جمعيات في المجال بشكل تضامني حاجه اساسيه، حتى السيده وزيره ديال الاسره والتضامن في واحد اللقاء شفت معها في الاعلام فاعتقد في احدى قنوات الاعلام العمومي تحدث على ان ما زالت الدوله بالمؤسسات محتاجه لاشكال التضامن الاجتماعي وما زالت حاجه لديها دائما. المتدخله اللي اشار الى الدراسه للاعلام الالكتروني فقط انسحب ركعه مرحبا. طيب هذا امر حقا مشروع ونتمنى نوصلوا له، يحتاج الى امكانيات سواء امكانيات تقنيه كما يحتاج الى فريق. راه الكراسي راه فريق ديال ربعه ديال الناس، وحنا الناس 100,000 ثانيه، بمعنى على حساب النوم والطعام والاسره وغيره، هذا عمل مضني. انا احاول ان شاء الله اعمل توسيع قاعده هذا الفريق، واعدكم بالخير ان شاء الله. الذي تحدث عن التضامن والتامين والنشاط الاخر بالتامين وغيره، كاين اشكال حتى على مستوى تعريف التضامن، هذا اشكال اساسي، لان كنحدث عن اشكال جديده في التضامن، لان المعجم الان العلمي يمتح بالادبيات الغربيه كما يمتح بالادبيات العربيه، بالتالي هناك تحدث عن اشكال جديده في التضامن، حنا نصنفوها تامين بحكم المرجعيه الدينيه والتقاليد ديالنا، ولكن الناس يصنفوها اشكال جديده في التضامن. هذا المشكل، هذا المنهج تطلعت في الدراسه اللي خدمت منها جهد كبير جدا في اطار المنهج اللي حاولنا نعرف فيه الجميع اذا هناك تدخل في هذا المجال، حنا رصدنا معه موجود في الساحه. تحدثوا عن العمومي والخاص، حنا اللي كنهمنا بشكل اساسي هو التاثير، دراسه التاثير، بمعنى كيف مشينا للاعلام السمعي البصري، كاين عندنا قنواتين بجوج كيديروا 36% التونس المغاربه، مشينا على القنوات، وان الترتيب الاول كان قنوات اخباريه غير مغربيه خلاص، الرتبه الاولى، فاش مشينا للقناه الصحافه المكتوبه لقينا السياده الصباح والمساء اعتبارها مجلده وطنيه ثانيه، هذا هو الاعتبار اللي كانت هو دراسه التاثير وحجم التاثير. ما اشير اليه ووجه الان السادة الحضور يمكن مجموعة من الهيئات أنني ممثل لفريق علمي مستعد أن نتعاون ونقدم استشارات ولا أي شيء ممثل للمؤسسة التحتية في دعم المجهود التضامني لهذه المؤسسة الدولية في 2004 وشكرا لكم. شكرا جزيلا. أعطي الكلمة الآن إلى السيد عمر صوفي الذي ربما وجه له أكبر عدد من التدخلات، كانت بنسبة كبيرة منها موجهة إليه. هذا يدل على شيء، إنما يدل على مستوى الانتظارات الكبيرة من طرف الحضور الكريم فيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحنا الحمد لله انخرطنا في واحد المسار ديال أننا نرفعوا من المستوى من الخدمات ومن الفعاليات ديال العمل ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا ما انحنى أرجع لك. فغير باش نجاوب على ثلاثة أسئلة في نفس الجواب، هو الأصي المفروض يتكلم على ان احقيه التجار في الاستفاده من الضمان الاجتماعي، كذلك الممثل ديال الصيادله تكلم على كذلك الاحقيه ديال الصيادله في الحصول
تحصل على حماية اجتماعية و قلبية، إضافة إلى سؤال ديال الأخ المنتج ديال الصناعة القلبية كذلك الإضافة على الصناع القلبية. فإذا طلعتوا النقطة ديال الالتقاء ديال هذه الأسئلة هذه هو الفئات اللي تطلب باش يكون عندها واحد النظام ديال الحماية الاجتماعية، هي من الشريحة ديال العمال الغير أجراء التي تعتبر عمال غير أجراء. ثاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال القانون المنظم ديالو هو تيقوم بتدبير الحماية الاجتماعية لصالح العمال الأجراء، فقانونيا ليس لدينا الحق في شن هذه الفئة الضمان الاجتماعي. فبالتالي من هنا علاش أنا تعمدت أنني ندير واحد مجموعة ديال المعطيات حول الفئة النشيطة في المغرب اللي تشتغل، اللي قلنا توصل 10.4 مليون ويلا فقط 4.3 مليون هما اللي أجراء، ولكن تقريبا الغالبية العظمى ديال العمال هما غير أجراء، ولحد الآن ما تيتوفروش على واحد التغطية اجتماعية ولا صحية، وهذه إشكالية اللي المسؤولين يعني الجهات المسؤولة على مستوى الدولة اللي خاص تلقى لها حل، خاص يكون عندها واحد استراتيجية باش يمكن هاد الناس تشملهم التغطية الاجتماعية والصحية. واللي يمكن لي نأكدو هو أن هناك ما يسمى بلجنة التقنية اللي تتعمل على إصلاح منظومات التقاعد في المغرب، واللي من بين المبادئ الأساسية ديالها أنها التفكير في كيفية تمديد التغطية الاجتماعية باش تشمل هذه الفئة هذه ديال العمال وغير الأجراء. فبالتالي هناك بيان مفتوح وهناك نقاشات وهناك يعني استراتيجية واضحة من أجل أنه يتم تمديد التغطية الاجتماعية باش تشمل هذه الفئة هذه هي باش نفرقوا ما على الضمان الاجتماعي يعني الضمان الاجتماعي عنده التزامات بالنسبه لفئه الاجراء، اما بالنسبه لفئه الاجراء فهناك يعني جهه مسؤوله واللي الضمان الاجتماعي مستعد انه يساهم في يعني وضع هذه الاستراتيجيه وزعما بشكل فعال. الى مثلا السلطات فيما بعد ارتقت انه لان هذه الفئه عندها واحد الميزان اختلف على الاجراء، ما يمكنناش ندير لهم حمايه بنفس الطريقه ديال الاجراء. هاد الناس راه ماشي يعني حنا الضمان الاجتماعي واخا تنشوفوا 2.45 الأجراء، ولكن عام تندعم مع 140 مقاول 140,000 مقاول، فبالتالي العلاقة ديالنا راه محدودة مع 140,000 مقاول، فبالتالي ملي غادي ندوزو لغير الأجراء راه غادي نولي ندعمو مع 6 مليون ديال الأشخاص، فما يمكنناش بنفس المنطق باش تندعمو مع الأجراء غادي ندعمو مع غير الأجراء. بالنسبة لماذا ليس لدينا مؤسسات لنهوض بقطاع التشغيل؟ أنا بالنسبة للسي بوجوالا بالنسبة لمؤسسة نهوض بقطاع التشغيل كنظن بأنه كاين لاغاباك يعني الوكالة الوطنية للعمل والشغل المهمة ديالها أنها تعتبر وسيط باش يمكن لها تقوم ب يعني الربط بين عملية العرض والطلب، وهي التي تسجلوا فيها الأشخاص اللي ما تيكونش عندهم عمل باش يمكن تبحث لهم على عمل. ولكن السؤال اللي مهم جدا هو الإنسان اللي تيفقد عمل ما عندوش واحد التعويض مثلا ديال فقدان الشغل اللي خلال ديك المرحله اللي تنقاط عليها تيساعدو انه يبحث على عمل جديد. فهذا سؤال مشروع، وكاين واحد المشروع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي مدرج في برنامج العمل ديال المجلس الاداري اللي تيناقش فيه هذه النقطه هذه من اجل احداث ما يسمى بتعويض على فقدان الشغل، فهو مشروع اللي يدرس على مستوى المجلس الاداري في حال ما نصدر واحد القرار فسيتم الاجراء ديالو على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالنسبه للسؤال الاخر هي التغطية الإعلامية مخاطبة الهيئة المهنية ومشغلين لأجل إحياء الشعور الضمير. أنا غير هنا باش نقول أن السي هشام تنوقفوا في واحد المسألة، لأن الهدف دابا وصلنا إحنا كضمير اجتماعي قمنا بالحملات ديال الزجر، قمنا بالحملات الودية، قمنا يعني تمكنا أننا ندمجوا ما يزيد على مليون ديال الأجير تحت الحماية الاجتماعية في ظرف ديال 5 سنوات الأخيرة ولا 6 سنوات الأخيرة. بقات ديك العينة اللي تنسميوها باش ما تزيد نسميو تلقى ديك العينة اللي تكون قاصحة شوية. فمن خلال هذا اليوم الإعلامي بغينا حنا في السيشان أننا نقيسوا هذوك الناس من خلال يعني أننا نبنيو ديك الوازية ديال التضامن الاجتماعي ونبينوا لهم بأن راه التضامن الاجتماعي هو واجب قبل أن يكون أخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا، فهو واجب كذلك ديني هو شرعي، يعني هو فرض عليه ماشي غير فقط راه حب الحاجه على حب الشرع عنده اختيار، لا هذا راه واجب وتيتحمل المسؤوليه تجاه هذاك العامل ديالو وغدا غادي يتحاسب عليه، لان ماشي من حقه يحرمو من التغطيه الصحيه ويحرمو من الوليدات ديالو ويحرم الزوجه ديالو انها تلقى العلاج بحال المرض. هذا هو يعني
يعني من هذا المنطلق وانا تزكي يعني طموحا لغتي. بعد اربع اعمال تاع المصدر الوطني للنظام الاجتماعي هي تاسيس الاخت الباحثه قالت بانه النظام الاجتماعي يكون يقوم بعمليه تاسيسيه كاين هناك بعض المقاولات اللي زعما مستعدين انهم يصرحوا بالاجره ديالهم صديقيني اختي العزيزه صندوق الوطني الاجتماعي في الاستراتيجيه الجديده ديالو اللي دار عليها من خمس سنوات كان تشمل هذه الاليه بمعنى انها تقوم في اول وهله بالعمل الودي يعني تقوم بجولات وتمشي عند المقاولات وتحسسهم بالاهميه ديال الضمان الاجتماعي تقول لهم هل المنافع التي قدمها الضمان الاجتماعي راه غادي يساهم لكم في تامين السلم الاجتماعي وغادي يساعد العقوبه ديالكم في رفع الانتاجيه وبالتالي في رفع من المستوى ديال الشيك الطبيعي اللي غادي تحقق هذه المنتج واستطعنا نستقطبوا مجموعه ديال المقاولات والعمال ديالهم ولكن بقات كما قلت ديك العينه اللي خاصها واحد العمل يعني خاص لانه ما بقاش العمل التحسيسي هو اللي يسير يعني ما غاديش تلقى واحد اللي يحسس التحسيس عنده حد فهمتي ملي الانسان تايك وعاوي عارف سمعو ما كاينش تيتاثر في العمليه التحسيسيه فتايك خصنا ندوزو لمستوى اخر هو المستوى الزجري والقانون دار مجموعه ديال الاعمال الزجريه اللي تيخص الايفاء على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطبيعه الحال وهنا في الوصف التوصيه اللي دارت المعرض ديالي هو انه يكون واحد التنسيق في عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القوى العموميه والقضاء باش يمكننا نشتغلوا بفعاليه ونستقطبوا هذيك النسبه المتبقيه ديال ما يزيد على مليون شخص اللي بدون حمايه اجتماعيه. سؤال اخر مكتسب الضمان الاجتماعي في مجال الاستقبال كما قال الاخ بانه كاين تحسن مجموعه من الميادين والسؤال ديالو كان بالنسبه لشخص لا يصل الى الحد الادنى لعدد الايام انا في العرض ديالي قلت بانه مؤخرا مجلس اداري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال دورته في تقرير 2011 سبق في 2012 سبق على واحد الاجراء اللي مهم اللي هو الاشخاص مثلا اللي تيوصل 60 عام